سيد إيفلد من برلين، لماذا تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تفتح قنوات اتصال أوروبية مباشرة مع روسيا؟ من الواضح أنه مؤخرا فكرة أن يكون هناك قمة خاصة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد ألغيت. هذه الفكرة قد ألغيت من قبل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. كان من المفترض أن تحدث في الوقت المناسب. الاتحاد الأوروبي من بينه الدول الغرب تحديدا لديها بعض المخاوف والقلق من روسيا ولا يريدون إجراء هذا الحوار مع روسيا، خاصة إن ألمانيا وفرنسا قد كانت لديهم النية لذلك.